مرحبا، انا اسمي نور ابو ربيع وانا من مدينه نابلس. انا اللي متواجده بامريكا من 2018 وقررت ادرس تخصصين، صحافه واعلام ودراسات سينمائيه، بالاضافه لتخصص فرعي دراسات قانونيه. وانا حاليا بدرس بجامعه اوريغون بمدينه يوجين بولايه اوريغون. أكثر شيء بحبه بجامعتي هو التبادل بالثقافات والجنسيات والاندماج بين الطلبة وأساتذتنا، لأنه فعلياً الحصص اللي بناخدهم كتير عملية وعن جد بيأهلوا الطالب إنه بس يتخرج يلاقي شغل، فالأساتذة بتساعدنا إنه نقدم على طلب شغل، على طلب تدريب، فأنا كتير ممتنة لهم فعلياً على هذا الشيء. حبيتها بالجامعة هي القانون الدولي، لأنه فيها كثير تحدثنا عن قضايا عالمية وحكينا عن القضية الفلسطينية، وكان في دعم لإحنا للشعب الفلسطيني، بنفس الوقت حكينا عن دور الدول العالمية كيف قدرت تساعد الفلسطينيين، وكان في انسجام وحديث حلو. أكثر شيء بفتقد له هو الحس العائلي والترابط الاجتماعي، خاصة بمجتمعاتنا العربية وبالتحديد بالمجتمع النابلسي، وأكيد بفتقد لأصدقائي، وأهم شيء الأكل العربي. النصيحة اللي بحب أعطيها للي حابب يدرس في أمريكا إنك ما تتردد تتغرب ما دامك متمسك بقيمك وبأخلاقك اللي تتربيت عليها، وكون واثق بحالك، يكون عندك ثقة بالنفس وحب لنفسك. كلمة واحدة بقدر فيها أوصف تجربتي في أمريكا هي الإرادة. تجربتي في أمريكا من أكثر التجارب اللي خلتني أعتمد على نفسي وأخطط لمستقبلي وأحقق أحلامي.